نقطة التقاء فيزرال بلورنت وين ترجع ريفلكتد يعني تنعكس هاي البلورنت اللي هي ميزوثيلر على اللانج نفسها اقدر اشيلها لايك ذس شوف هسه هاي نفرض البلورنت جاي شكل لايك ذس انا ريفلكتد عليها من على الوول ترجع على الكونسل سيرفيس على سوبر بلورا ممبرين سيرفاكل فلورا على مدسانا فلورا بس بارايتا وليس فيزرا قلنا فيزرا تحيط اللانج نفسها بس شلون عندي اصبع هذا في كفين يعني جزئين جزء اللي يحيط الاصبع نفسه مباشره وجزء خارجي نفسه اللي قريب على المدسان مدسان فلورا بارايتا يقابل شنو مدسان فيزرال فلورا بالمدسان هاي كوست انتبه الريفلكشن اوف فلورا على الكوست سيرفيس تحيط بمن مع الفيزرال فلورا اوف ذا كوست سيرفيس واضح ولا لا هي هاي نفس الفلورا ريفلكت من مدسانا على مدسانا فسوت لك مدسانا بلورا اللي بارايتم مع الفيزرا اللي على الان نفس البلورا ريفلكتد على الوول يسميها باراتا بلورا اللي هي على الكوستال سيرفيس يسموها كوستال بلورا باراتا بلورا على الدايفرام ترجع البلورا ريفلكتد على الدايفرام نسميها دايفراماتيك بلورا باراتا فصار عندك فيزرا بلورا وعندك صار شنو باراتا بلورا مثلها بالضبط واحد عنده بالون بنسوي اصل ايديك تخترق البالون الجزء اللي يحيط الهان هو فيزرا واللي خارجي هو باراتا فصار عندك الباراتا بلورا على الوول على الكوستال سيرفيس على الميدسان سيرفيس بالوسط على الدافرامتك سيرفيس دافرامتك سيرفيس ميدسان سيرفيس يعني سان لانج هاي اللانج للحمة هاي عندك ميدسان سيرفيس بكارديك امبريشن هذا كارديك امبريشن ميدسان سيرفيس هذا دافرامتك سيرفيس زين وعندك جزء اخر يصعد 1 انج اباف كلافيكل ميديت بارت يسموه سيرفايكال بارت من اللانج الكوبيل اوف ذا لانج او الابكس محاطه بلورا للسوب او السوبر بلورا مبرين هم تو بلورا بلورا تحيط السوبر بلورا مبرين يسميه بارايتال بلورا سيرفايكال بلورا وعندك تحيط الابكس اللي هي فيزرا بلورا واضح هسه عندك هسه اللانج بعد ما حاضر في تو بلورا فيزرا وباراتر بلورا زين صار عندنا ريفلكشن اوف بلورا ريفلكشن شو يكون عندك الاريا اللي يصير فيها هسه ضوء من هي يروح مكان معين وينعكس على الجدار او على المرأة يسمى ريفلكشن انعكاس الضوء البلورا كذلك نفس الشيء تجي على الوول على الكوستال سيرفيس وترجع مره ثانيه على الميدسان سيرفيس يسموه كوستال ميدسان ريسس كوستال على الدايفرام كوستال دايفرامتك ريسس تشوفهم تجي من هذا الكوستال وترجع ريفلكتد سلام عندي هذا كوستال وعندك هذا الدايفرام دبل الدايفرام فالفلورا نفسها ريفلكت على الدايفرام هذا الانعكاس يمكن ريفلكشن اوف لايت اوف فلورا نسميه كوستو ميدستاين من كوستو دايفراماتيك ريسس ريسس شنو معناته؟ هو اوبوزيشن اوف تو فلورا او ريفلكشن اوف فلورا على تو سيرفيس
فعندك ساي رسل شنو رسل معناته خلي ساي أو جاي. بتلاحظ أنا ما عندي هذا مثلا شوف أو كذا هنا الجي تجي يعني أبوز إيش هذا يعني هاي 12 وهذا 12 هاي 12 نزل الأسفل ورجع باكورد سوف تلدي ساك تلدي ساك يعني ساك أو رسس رسس معناته سبيس هاي سبيس يسموه رسس تلدي ساك مفهوم؟ يبي إذا مثل لي الرسس باي ريفلكشن أوف فلور اللي هي برايتر فلور فعندك تو رسس كوسو دافرونتك كوسو واضح؟ كم رسس عندنا؟ كوسو انا ابدون هذا ابدون انا هذا ثوركس ف الدافرون هي طبعا بارتيشن او ماسكل بارت يفصل لي هال تو كافيتي بين الثوراسيك بالكافيتي بارت هي بدسانا and سواء بدسانا البارت and الدورة اللي هو اللاش فورنا and abdominal cavity فهذا الجزء يحاط محاط ب فلورا يسموه كوستم فلورا تجي على الدافرة كوستم دافرة سهل ضوء ينعكس من هذا الجزء من هذا المكان وهذا المكان من اسمه مستقيم ألف باء جاء من ألف إلى باء من باء إلى جيم ألف باء باء جيم إذن هذا كوستو دافرانت رس يعني أنا شنو اللي رس أسوي عبارة هذا جي من جي إيدي أو اللانج نفسه هذا الجي اللانج دورينج رس يعني من أنا صار بيه إكسبريشن لانج تكون بوزيشن مالته ما يدخل بالرسس من يصير الاكسبانشن اوف لانج وين يروح؟ من ايديا اذا مدها ادخل بالرسس بالفول انسبريشن اللانج تدخل بالرسس بالاكسبريشن اللانج تنسحب فهذا الرسس هو شنو حتى يسمح بحركة اللانج صعود دورينج انسبريشن زين بالنسبة كذلك الى الميدستاينا هنا الهارت موجود اللي هو ميدستانا فاللنج اكستند لاترالي فنترالي الى ميدستانا سمينا كوستو ميدستانا شو اسمه هذا الرسس؟ كوستو يجيك مثلا راسا انت بدها تمشي يقول لك تعال هذا شنو هذا؟ هذا شنو هذا يلا يا شنو هذا؟ وين دكتور؟ تجرب في راسك جيد شو اسمه؟ لازم تكون بسرعة اللي هي مو مؤجي رأسا شو اسمه هذا؟ أريد أن يعني عند واحد مني على مودين بلاستيك بون بقول شنو رأس أكرامي رأس هذا شنو مثلا زبادي رأس رأس مو تقول لي والله هذا ما أعرف شنو جيت جبت لي صفر ما أعرف شنو هذا شنو هذا رأس ما تعرفه ها شنو تبين اكو عندي بس مو موجود حرامات في الكاليبرز نفس هذا مخصوص بعندي السنكوستالس واضح فاذا صار عندي هسه اللام ربتوها الفلورا تحيط بيها الفلورا ريفلكشن على ثوراسك وول شفتون تمتاز فهذا ابتداء حتى يسمع انا اخلي هسه بين هذا الشيب وهذا الشيب مادة آيلي أو مادة مثل زلال بير لكن هذا الشيب الخارجي يتحرك على الشيب الداخلي بسهولة إيديه بعد تبقى ثابتة الشيب بسرعة ينشف لكن سلاحظ ما تقدر تسحب
ليش ما اكو ماكو فد سبيس يعني ماكو فد فلود يسوي تسيتي تفضل.